السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. نتمنى يلقاكم بأحسن الأحوال إن شاء الله. المهم احنا جالسين في ديورنا ومعاونين بلادنا إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى غادي يوقف معنا إن شاء الله وغادي يتحيد هذا البلاء بإذنه تعالى ورحمته. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم هذا الرايب ديال المحلابات اللي صراحة كيجي بها الطريقة ناجحة جدا، وبقوا معايا ندوزوا لطريقة العمل. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المكونات اللي غادي نحتاج في هذا الرايب، هانتوما كتشوفوا لترو ديال الحليب، كاس ديال ياغورت بنكهة الفاني، ومن الأحسن يكون هاد النوعية هذه باش كيكون عاقد، كاس ديال سنيدة ديال العنبة، وساشيه ديال الفاني. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. اول شيء غادي نخلي هادو جانبا، غادي ناخد غير حليب نسيترو يعني واحد، وغادي نوضعو في هاد الكاسرول هادي، وغادي نديرو فوق البوطة حتى يغلى. بسم الله، وبين ما يغلى لينا داك نص سيترو ديال الحليب غادي ندوز نصاوب نصف الاخر. غادي نجيب الخلاط الكهربائي، ممكن لكم ديروا حتى التراب اليدوي، ولكن من الاحسن هذه باش كيتخلطوا مزيان هاد المكونات، ولا اللي عنده الميكسور يدير الميكسور. انا ما عنديش، غندير الخلاط. داك كاس ديال سنيده وداك السكر الفاني باش كنزيدو يعني بحال كيزيد لنا النكهه ديال الفاني. وغادي ندير داك الكاس ديال الياغورت. علاش قلت لكم هاد النوعيه هادي كيكون عاقد ماشي بحال الاخر اللي تيكون كيكون هذا عاقد مزيان، احسن من الاخر اللي تيكون جاري. هذا كينجح به هذا الرايب. وغادي نخلطهم مزيان. بعد ما غلى لي داك السيترو اللي درت في الاول كما تتشوفوا ها هو، فما غاديش نديرو على الاخر حتى يبرد شويه، لان ما يمكنليش نديرو هكاك سخون تيغلي غادي يخسر لينا الرايب. فغادي نخليه يبرد حتى نقدر يعني نقص في الجناب ديال ديك الكاسرول، ولقاها يعني ما بقاتش سخونه بزاف عاد نضيفو عليه ونعاود نولي نخلطو مزيان. بعد ما خليته برد شويه، ها نتوما دابا كنقدر نقص في الكاسرول. غادي نضيفو على هذاك الاول اللي خلطت لي فيه الياغورت والسنيده وداك الفاني، غادي نضيفو عليه وغادي نولي نعاود نديرو في المولينيكس، يعني غادي نخلطو مزيان باش كيتجانس مزيان وكيولي خاتر. غادي تلاحظوا بانه كيختر شويه، وعاد يمكن لينا نديرو في داك الكيسان او في زليفات او فين ما عجبكم لي بغيتو ديرو فيه نتوما داك الرايب. فهاد الاثناء راني رديت داك البقراج ديال الماء، درت فيه الماء باش يغلي مزيان لان غادي نحتاجو، وجدت الكيسان فين غادي ندير هاد الرايب اللي تصاوب. الكيسان يكونوا ناشفين تماما من الماء، ما تكون حتى نقطه ديال الماء فيهم باش ما كيخسرش لينا هاد الرايب، لان الا مشى حتى كان فيهم الماء صافي ما غاديش يتصاوب. انا جبتهم مسحتهم مزيان، ودابا كنعمرهم ودرت واحد الطنجره عندي واسعه اللي غادي تهز ليا هاد الكيسان هادو،
غنديرهم فيها كل نستفهم زعما في الوسط ديالها، ومن بعد غدا غادي نخوي داك الماء اللي رديت كيغلي. يمكن لكم ديروهم في سليفات ولا في هكا في غريرفات. المهم انا درتهم في هاد الكيسان هادو، وهداك الشيء اللي بقى ليا غادي نديرو في واحد الغرف ونديرو في بلاصه اخرى ونعاود نغطيه، ندير لهم نفس العمليه ديال اللي غندير لهاد الكيسان هادو. دابا غادي نجيب داك الماء اللي قلت لكم غلا، وغادي نبدا نخوي من داك الجنيب ديال ديك اللي في الجنب ديال الطنجره بشويه، باش ما نقيش دوك الكيسان ديالي في بالماء بحال هذا الشكل هكا. غادي نحاول ندير في حتى يوصل النصف ديال الكاس، نشوف النصف ديال الكيسان يعني يوصل لهم صافي نحبس. وعلاش قلت لكم حرصوا على الكيسان يكونوا ناشفين من الماء باش حتى ما يطرطقوش. وهاد الطنجره يعني حتى هي عمليه واسعه وفي نفس الوقت وغرقه شويه، باش غادي يتجمع عليهم ديك السخونيه والغطايه ديالها كتسد مزيان. دابا غادي نجيب واحد الماده ونغطيها مزيان باش ميمكنش ندير الغطايه، باش داك العرق ديال هاد لافابور ديال او البخار ديال الماء اللي طالع ما يهبطش في الكيسان، يبقى في داك المنديل بحال هكا. ديرهمها مزيان بديك الغطايه ديالها، واصلا هي كتدخل مزيان ديك الغطايه. صافي دابا تاكدت انها مغطيه مزيان، غادي نجيب مانطا باش نديرها نلويها فيها. غادي نكحزها غير بشويه باش ما يتزعزعش ديك الرايب في الكيسان ويتعرق. وغادي ندير هاد المانطا هادي، هاد المانطا هادي راها ديال الكشمير وطويتها على أربعة، باش انها غادي تزيد تسخن ديك تحافظ على ديك السخونيه ديال داك الماء باش كينجح لنا الرايب ديالنا. غادي نلويها مزيان عليها، وغادي نديها نحطها في فوق الفراش في شي بلاصه هكا اللي ما يمشي لها حتى شي حد، ونخليها تما حتى تكمل على الاقل 5 ساعات عاد نشوفها. ولا كانت عندكم شي بلاصه هكا في الكوزينه فين ديروها خليوها. من بعد ما دازت 5 ساعات هزيت باش غادي نوريكم كيفاش كيولي هاد الغطايه ديال الطنجره كلها ولات عامره بداك العرق، وحتى داك المنديل باش كنت مغطياهم حتى هو شويه مندي. المهم داك العرق كله كيتجمع في داك المنديل وكيما شفتوا حتى في ديك الغطايه. ودابا غادي نحيد هذوك الكيسان من ديك الطنجره ونجيب واحد البلاطو فين غادي نستفهم باش ندخلهم للثلاجه يبردوا شي شويه عاد نقدمهم. وانتم ليكم الاختيار، اللي بغى يديروا مثلا يبرد يبرد، واللي ما بغاش كيبقى داك الشيء على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي يتناولوا. المهم غادي نمسح لهم داك الجناب ديالهم من داك الماء ونستفهم في هاد البلاطو وندخلهم للثلاجه قلت لكم. المهم هاد العمليه هادي كيعتمدوا عليها في المحلبات هكا، صراحه كيجي ناجح 100%. و فيه ديك البنه ديال الفاني والمذاق يعني بنين، وبحال المهم تيجي بحال ديال الزنقه تماما. هاد الطريقه صراحه غزاله، غير جربوها واعتمدوا عليها، راها فكره زوينه. انا صراحه كتجيني جد عمليه، وسورتو اننا كنبغيو النكهه ديال الفاني، يعني كنفضلوها على النكهات الاخرين. وبالنسبه للمقبلين على الشهر ديال رمضان ان شاء الله، شهر المغفره، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وارزقنا صيامه وقيامه، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وارفع عنا هذا الوباء بقدرتك ورحمتك وعفوك ومغفرتك يا اكرم الاكرمين. المهم كنشكركم بزاف على المشاهده، وكنشكر الناس اللي كينضموا للقناه عندي جداد، وكنشكر الناس اللي كيخليوا لي تعاليق زوينين. وهذا مكان وهذا هو الرايب اللي شاركت معكم، وبسلام عليكم.